ومعي هنا في الاستوديو السيد باهو جسالك، المدير العام لقناة ساحل. السيد باهو جسالك، أهلا وسهلا بك معنا. بداية، يبدو أن مساء قناة الخير. ساحل تشهد أزمة، هل يمكنكم وضع المشاهد في الصورة؟ والله نتأسف للمشاهدين وللشعب الموريتاني ككل. أنا أكون ضيفك أمينة لو سمحتي للتحدث عن أزمة قناة، هي ربما تموت بشهرها الأولى، ونحن كنا نخطط لها على المدى الطويل لسنوات إن شاء الله المقبلة، حيث أن استديوهات القناة على وشك النهاية الآن، وأن معداتها كلها وصلت الحمد لله إلى المكشوف، وطاقمها كيف أنت عضو فيه مؤهل إلى إن شاء الله كان إنتاج قناة موريتانية متوجهة إلى دول الساحل ككل وإلى العالم في أكمله. هذه الأزمة فعلا وقعت منذ عدة أشهر مع بعض الممولين، والممولين الأساسيين دعيني. لكن ما هي المراحل التي مر بها المشروع قبل الأزمة؟ المشروع مشوار طويل على عدة سنين، مشروع تبنيته أنا شخصيا كحلم، والحمد لله جسد في أرض الواقع بالرغم الظروف الصعبة اللي مرينا بيهم. وأخيرا في سنة 2010 فتحت، قبلت دخول بعض المساهمين الماليين، حيث أني ليست لدي مالية يمكن لي أن أستثمرها في هذا القطاع وهذا المشروع. عندي فعلا خبرة شخصية في ميدان الإعلام، وكنت لازم علي أن أتصل برؤساء أموال موريتانيين يحملوا معنا هذا المشروع، والاتفاق كان واضح. هذو الممولين عليهم أن يقدموا للمشروع حوالي 250 مليون ملوكية، ولدى المشروع ولدى القناة أنها تسددها ب5 سنين بدون ربحات لرؤساء الأموال الاثنين اللي اشتركوا معايا، وأنا هم موقعين التزام أمام السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصريات اللي هي لهبة، موقعين عقد ينقالوا لباكت دي بارتناري دي ستابيليتي دي بارتناري، يعني زاد أن هذا ملزمين على تمو في المسار على 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 طول 5 سنين اللي هي المعهود الليسانس اللي انعطت وقعنا مع الحكومة الموريتانية. ربما يكون في سوء تفاهم على خط التحرير، كوني فعلا أنا في البداية أكدتها أمام المشاركين ووقعت عليها بدفتر الالتزامات اللي وقعت مع لهبة، هو أن هذه القناة تبقى منبر للجميع من فئات المواطنين الموريتانيين، ووعود خط تحريري خط مستقيم على الحياد السياسي، انها ما هي مع الموالاة ولا هي ضد الموالاة ولا هي مع المعارضة ولا هي ضد المعارضة، احنا مع الشعب الموريتاني ككل، وهدفنا هو ترسيخ الديمقراطية في الشعب ومعطى الكلمة للجميع اللي يستحقها، وخاصة الفئات اللي كانت محرومة من الكلام اللي هي الفئات الضعيفة القوميات اللي ما عندها كانت الحق في تتكلم ولا تنعت برامجها ولا ثقافتها، وهذا ربما يعود ما كان مفهوم من طرف بعض هناك من الممولين. يتهمكم سيد المدير بالانحياز لفئة الزنوج، يعني كيف ترد؟ أنا أختار أن أعود عنصري مع 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 نفسي عن أعود عنصري مع الآخرين. وهذا على كل حال عندنا دليل هون واضح، هو ان البثين على قناة ذا هو يمثل نسبة اللغة العربية فيه 64% من البرامج اللي قدمت القناة. هذا بعد كاع وحده برهان انه ذي القناة اكثرية الناطقة واكثرية باللغة الموجهة العربية. له الفئة القومية العربية اللي هي الاكثرية موريتانية. أراه ربما يعود بعض من الشوفينيين العرب اللي دائما
يلعبوا على هذه التفرقة بين الشعب الموريتاني بين زنوج وعرب. احنا هون الحمد لله طاقم جامع موريتاني كامل، والمهم عندنا ان اللي قناتنا تعود مراية للشعب الموريتاني ككل. رغم بعض من ذو القوميين وما اشبه ذلك اللي يتحمسوا بالعربية قدوا يحتسبوا ان الكلام الحساني ما هو عربية. ولكن سيدي بوصفكم المدير العام انتم تحملون مسؤولية هذه الأزمة. الأزمة أولا المسؤول عنها هم الممولين اللي قاطعوا جميع وسائل التمويل على القناة من اللي لغركات هي أربعة أشهر. وإحنا أنت على علم أنك راتبك الشهري لك 3 أشهر ما رأيتي، وبالرقم من هذه الضغوط النفسية اللي عاملوا عليك أنت وعاملوا على القناة ككل، حاولت أنا مجهودي الشخصي انها تتابع مشوارها، وخاصه ان عندنا بث على الصعيد يعني العالمي عبر عربسات، وهذا البث كذلك احنا تفاجئنا ما كنا في انتظار ان لا ينبثوا ما هم نعودوا وفي استديوهات وعندنا البث الحي الى اخر. احنا ركعتية كيف تعرفي من انبثوا من هذا الاستديو المتواضع اللي ما هو استديو، اللي هو فعلا قرفة صالون في قناه وله مكاتب. اذا حاولنا مجهودنا الشخصي ومجهود كل واحد منا ان نعطي صوره حي مثل صوره مثلا واخبار وبرامج وصوت وغناء ما امكن بامكانيات ضئيله. الى على سبيل المثال حتى من بدايه هذه الشركه الى يومنا هذا حصلت على 51 مليون لانتاج جميع برامجها وتكاليف حياتها وتكاليف عمالها الى اخر. انا في هذه الظروف ارتأيت منين ما رأيتم انتم يا للاسف خلاص في وجه العيد والمستحقات اللي عندكم، فعلا جلست كيف يقول البيضان على مجلس الاداره ومشيت لهم براوه داعيهم فيها رعايه داعيهم فيها لاجتماع مجلس اداره معدل انا في شيء ما تقرير عن اللي فات وعدل، وهم على كل حال بالطلاع به اللي ما فايت يوم ولا اسبوع ولا شهر هم مطلعين جميع مراحل اللي خاضت هذه القناة الى يومنا هذا. وكنت اللي اقترحت فعلا وكتبت هذا بتاريخ 17 شهر 8 اوت اغسطس اني كذلك مقدم استقالتي لمجلس الاداره بي اللي ماني قابل انت من استقال ظروف ذنبتها، وخاصه ظروف اجتماعيه كون طاقم يتكلف من 31 شخص كلها معدل معها عقد عمل ما يخلص مدة 3 أشهر، وكذلك 29 متعاون هم اللي كذلك إنتاجهم ذو هو يخاض على قناتهم وما يشبر مستحقاتهم. هذه الوضعية جعلت أني نستاء إلى أقصى درجة ونطلب بحال استعجالية اجتماع مجلس إدارة. يا للأسف حتى يومنا هذا هذه الدعوة ما فات ولبعت ولا الاجتماع. ولكن صحيح انكم قدمتم استقالتكم؟ نعم انا استقالتي قد قدمها لا لمجلس اداره ولا مجلس اداره ما اجتماعيه كان قدمها. وحسب التسريبات فان بعض اعضاء مجلس الاداره يحملونكم مسؤوليه هذه الازمه. الى عاده هذه الازمه هو اني انا خط التحرير اللي توافقت انا ونفسي وجماعتي كذلك انت ممولين انها تعود قناة لجميع الموريتانيين وتعود قناة ما هي من حاجة سياسيا لاي طرف. هذا الى عاد فاقع والله مثلا مجلج بعض من الممولين انا ماني لاهي نرجع عن الخط السياسي هذا الخط التحريري. هذه القناة تبقى منبر للجميع وكل رجال عنده فيه الحق فيه يتكلم، يسوى مع الموالاة ويسوى مع المعارضة ويسوى مواطن ما هو مع واحد من الاثنين. هذا الخط العاد هو اللي قادر يتم بعد هو اللي قادر قابل انا فيه اني نشتغل فيه متابع مع المشوار ما نقبل الخط. انا اللي مقدم استقالتي في الغرب. السيد السالك المدير العام لقناه ساحل جزيلة. شكرا، وكذلك استسمح للمشاهدين على هذه الازمه اللي عايشين معانا ظرف هذا الحدث مقطيها، وراجعين ان شاء الله ربنا يرقينا نهار مبارك بظروف احسن وربما مشروع
قناة فضائية إن شاء الله وربنا تعود على المستوى اللي نترجاه لوطننا ولأنفسنا. والسلام.